وضعية الهشاشة التي يعانيها القطاع
حكومية في إصلاح وتأهيل هذا القطاع المرهون، المرهون للنظام الريعي في خرق سافر لمقتضيات الدستور. إذا نستنكر الزيادة غير المبررة والمتتالية في أجهزة المحروقات وننفذ بصمت السلطات الحكومية وعجزها عن فرض احترام القانون بهذا البلد السعي، ولهذا اتخذت المكاتب المحلية والجهوية اتخاذ إجراءات ملموسة وجادة تنهي حالة الفوضى والهبل الذين يتخبط فيهما القطاع بسبب غياب قانون منظم لهذا القطاع. تمت دعوة جميع الكتاب المحليين في جميع مدن المملكة بإعلان على الوقفة بسببها، لذا نطلب منها ونحمل أنا ما زال كنعاود نقولها، نحمل المسؤولية لحكومة ولرئيس حكومة، نحمل مسؤولية هذه الزيادات المتتالية في الكاسوار. السلام عليكم ورحمة الله.